ايوه ابراهيم، ايه عملتي ايه؟ خلصت؟ بقية في حياتك يا حبيبي، تعيش وتفتكر. اجمد يا ابراهيم، انت عملت اللي اي راجل كان المفروض هيعمله. خليك عندك دقايق والرجالة هتوصل. اطلعوا الدرب الاحمر، انتوا عارفين هتعملوا ايه. ما تقلقش يا كبير. استنى، امسك. اعتبرها عهدتك، تتحط في المكان اللي اتفقنا عليه. اياك تجود، مش محتاج احذرك. صوابعك لو لمستها هتلبسها انت. ما تقلقش يا كبير، البصمات اللي عليها تفضل زي ما هي. بقول لك ايه، مفيش مجال للغلط. ما تقلقش يا كبير، قدها ودود. المره دي الموضوع عايز نظافه اكتر، ولا مخلوق ياخد باله. ابيض يا صبح بيه. ايه يا كاريكه، مالك في ايه؟ وشك مخطوف كده ليه؟ لو مش قدها اقول. لا انا تمام يا قائد، ده احنا نفوت في الحديد. حمدي، اوامر. بالنسبه لابراهيم، لو لقيته تايه مش وش عليه. اوامر يا كبير. يلا مع السلامه.